عندما يكون المواطن الركيزة الأساسية لكل البرامج التنموية تتجلى السياسات الهادفة لتحقيق تنمية محلية حقيقية بالاعتماد على الجماعة المحلية، وهو التوجه الجديد للدولة الذي يرمي لاستعادة الجماعة المحلية لدورها الرئيس بإشراك مختلف فواعل المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي. احنا البلدية فيها شؤون اجتماعية، فيها أعمال التنمية من كل جوانبها، وتعتبر هي المحرك الأول والأساسي في التنمية في تنمية البلدية، وهذا لا يكون بالبلدية وحدها. نحن كمنتخبين والله كإداريين نشرك كذلك المجتمع المدني كشريك أساسي. البلديات بصفتها اللبنة الأولى في الولايات يعول عليها كثيرا في إطلاق مختلف المشاريع التنموية المحلية عبر مختلف برامجها لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن. عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في لقاء الولاة مع الحكومة، نحن كرئيس المجلس الشعبي البلدي نعمل بالتنسيق مع مصالح الولاية كلية، أي أن القانون البلدي 11-10 قد منح صلاحيات واسعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ليقوم بالتنمية في كل المجالات. وهنا نستوقف أن التنمية والجماعة المحلية خطان متوازيان. القوانين الجديدة التي تنص على لا مركزية القرارات واستقلالية الجماعات المحلية في التسيير ستسمح في بعث المشاريع وتسريع التنمية، ما سينعكس بالإيجاب على حياة المواطن.